السلام عليكم أعزائي التلاميذ صف الأول ابتدائي. اليوم مادتنا علوم حل أسئلة مراجعة الفصل صفحة 175. عندنا مفردات مثل ما تشاهدون بالصورة، وسيتم عندنا صور، هاي الصور، وراح نخلي انجر كل مفردة بما يناسبها في الصورة. عندنا أول شيء عندنا الحركة. الحركة شنو هي اللي في حالة حركة؟ مثل ما تشاهدون في حالة حركة هو مستمرة، هي السيارة. السيارة راح تجرون خط من هنا إلى هنا، السيارة. شلون عرفنا؟ لأن السيارة في حالة سير، في حالة سير. زين، عندنا ثانيا الموقع. الموقع منو يقدر يحل لي هي الموقع؟ راح نأشر على الحصان. الموقع شلون عرفنا؟ تغير موقعه، تغير موقعه، هو كان هنا فقام بالقفز، بقفز. اذا هذا هو الموقع. عندنا رقم ثلاثة، عندنا السحب. عفوا، السحب شنو هي في حالة سحب؟ احنا قلنا السحب شنو هي؟ هي قوة تؤثر على الاشياء ونقوم بسحب، بسحب شيء ما. اذا هذا الطفل. شلون عرفنا؟ لانه يقوم بسحب العربة اللي فيها الألعاب. زين، عملية الدفع. عملية الدفع راح تكون هاي الدفع، دفع هاي العربة اللي في التسوق، عربة التسوق هي هاي العربة. هذا سؤال الأول انتهى. نجي على رقم اثنين، المهارات والأفكار العلمية. أجيب عن الأسئلة التالية بجمل تامة. اثنين، الملاحظة، أصفوا لزملائي موقع خزانة الملابس في الصورة بالنسبة لموقع السرير. مثل ما تشاهدون أنا طلابي، راح نصف لزملائنا، نقول التلاميذ سيقومون بوصفها حسب ما موجود في الصورة، حسب ما موجود في هذه صورة، أي أنها تقع على يمين السرير. على يمين السرير هي الخزانة، هاي الخزانة أشبهها على يمين السرير، وقرب النافذة، قرب النافذة، وبجانب المكتبة، هذه المكتبة. راح نجي نكتب السؤال. أقول سؤال ثاني، صفحة 175 علوم للصف الأول، طبعا ابتدائي. أشرح نلاحظ بهاي الصورة قلت لكم عليها. راح نجي نقول الخزانة تقع على يمين، يمين اشني؟ يمين السرير. هاي الشي انتهينا منها. قرب النافذة، وبعد اشني؟ بجانب المكتبة. هاي شرحنا رقم اثنين. اعيدها، طلب شرح موقع الخزانة. ها هي الخزانة، هاي بالازرق. اش نقول؟ نقول تقع على يمين السرير، على يمين السرير، قرب النافذة، وبجانب المكتبة. هاي انتهينا من رقم اثنين. نجي على رقم ثلاثة، يقول السبب والنتيجة. ما الذي يجعل كرة القدم تتحرك من مكانها؟ شنو الشيء اللي جعل كرة القدم تتحرك من مكانها؟ من حالها تحركت؟ لا، مستحيل ان تتحرك من مكانها، لكن قوة الدفع. قوة الدفع تجي تكتبون هوني، قوة الدفع هي التي حركت الكرة، دفعناها مثل هذا الولد. قوة دفع، قوة دفع، فقامت بتحريك كرة القدم. نجي على
رقم 4، كيف تختلف حركة المروحة عن حركة الأرجوحة؟ شوفوا مثل ما تلاحظون، أكيد كلتنا عدنا بالبيت هاي المروحة، وعدنا أيضا بالملاهي والألعاب المسلية هذه الأرجوحة. شلون راح تختلف حركة حركتهم اثنينهم؟ هاي راح تكون حركة هكذا بالشكل مدورة يعني دائرية، وهذه الحركة راح تكون عندما أحد يقوم بدفعك، إذا هاي قوة دفع، هاي قوة دفع، والمروحة قوة سحب، قوة سحب. يعني حركة المروحة حركة دائرية، حركة دائرية، راح نيجي نكتب هنا حركة دائرية، لكن حركة الأرجوحة إيش بها؟ ذهابا وإيابا، نيجي نكتب هنا ذهابا وإيابا، يعني تروح وتجي، تروح وتجي، ذهابا وإيابا. زين، آخر سؤال يقول كيف أحرك الأشياء؟ كيف أحرك الأشياء؟ عشان نحرك الأشياء نقول من خلال عملية أو قوة دفع أو سحب، إما تتحرك الأشياء إما بدفعها بعيدا عني أو أسحبها إذا كانت قريبة مني، أي تأثير قوة دفع أو قوة سحب. إذا بتأثير قوتي، لأنهم اثنين قوتي دفع أو سحب، بتأثير قوتي دفع أو سحب راح الأشياء تتحرك. هذا الفصل إن شاء الله انتهى. درسنا القادم راح يكون فصل 11، هو أرضنا، فصل 11 هو أرضنا، مكونات الأرض راح ناخذها في درس القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.